الحمد لله، بسم الله. تيوتوريال جديد مع ديالك tuto.com. بالنسبة لهذا التيوتوريال غادي نشوفو بين الله كيفاش نصوبو خلفية إسلامية بمناسبة شهر رمضان. كذلك في وسط الخلفية غادي يكون حديث نبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان، أي إمام بخاري والإمام مسلم رحمهم الله. فأول شيء غادي نديرو فيشي نوفو. بالنسبة للبارامتر بريديفيني غادي تكون لو ويب، ولا تاي غادي تكون 1280 على 1024. أوكي بهذا الشكل. أفيشي لي كالك، وهنايا غادي نصاوبو لا كولور داغيغ بلون لي عندنا هنايا. ملاحظة باش نوصلو يكون عندنا نفس النتيجة، يعني نفس لي كولور لي عندنا هنايا في ريزولتا فينال. نطلب منكم تيليشارجيو من السيت ديالك tuto.com لو دوسي فوتوشوب رمضان كريم 1434. ملاحظة في وسط منو مجموعة ديال لي فيشي لي غادي نخدمو بهم في وسط هاد التيتوريال. غادي نفيرمي هذا و غادي نرجع فوتوشوب. نجي لهنايا و ندير فيشي اوفغيغ، وهنا كيما تلاحظوا فوتوشوب رمضان كريم 1434 لو بروميي فيشي غادي نخدمو به هو هاد كولور بوان جي بيك. اوفغيغ اوتي دو ديبلاسمون و نجيبوها في هاد المكان. غادي نشرح علاش يصلح هاد كولور بوان جي بيك. هنا بالنسبة للو كالك 1 غادي نعطي الاسم ديال كولور بحال هكا و نفيغويي لو كالك. نرجع لو كالك اريير بلون كيما قلت بغينا نطبقو عليه ان ديغرادي و ديغرادي، سمحوا لي ديغرادي يكون بنفس هاد النتيجة. في هاد الحالة غادي نسيليكسيوني لو كالك اريير بلون، نجي لا كولور دو بروميي بلون، ولاحظوا هنايا غادي نكليكي في لا كولور دو بروميي بلون. هذا هو الانتيغي ديال هاد لو كالك كولور اللي كاين هنا. اوكي ونكليكي على لا كولور داريير بلون نفس المثال، ونمشي نكليكي على هاد لا دوزيام كولور هنايا. اوكي لوتي دو ديغرادي، بالنسبة للديغرادي اللي غادي نخدمو به غادي يكون ان ديغرادي راديال، ومن بعد نجليسي اون دياغونال غير في هاد الاتجاه. وهنا رديتو البال تقريبا عندي نفس الديغرادي اللي كاين هنايا، فغادي نزيد غير بحال هكا في الوسط باش نوصل لهاد النتيجة. غادي نكاشي لو كالك كولور ونكمل الخطوات بإذن الله. هنا غادي نخدمو واحد الدقيقة، غادي نأفيشي هاد الأشياء كاملين. غادي نخدمو هاد لازون رمضان كريم زائد هاد السماعات. فغنمشى هاد المكان دائما فيشي اوفغيغ رمضان، يعني لو فيشي رمضان كريم اوفغيغ اوتي دو ديبلاسمون، اون ديبلاسي فوسط لازون دو ترافاي لي تخدمو بيها غير في هاد المكان. كونترول بلوس بدل الحجم ديالو الت شيفت، يعني في نفس الوقت غير باش يكون بهاد الشكل. الت شيفت يعني غادي نزيد نكبر الحجم ديالو. اونتخي فهنا مزيان بحال هكا، يعني مزيان. غادي ندفعو شوية او قبل ما ندفعو اليمين هنا غادي نرجع هذا كالك عادي بوتون دغوا بيكسليزي لو كالك. كونترول و كليك في وسط لا فينيات و غادي نصبغو باللون الابيض. نمشي لاديسيون رومبليغ، وهنا عندكم شنو افيك ف بلون. اوكي بهذا الشكل سيليكسيون دي سيليكسيوني، وهنا نهبطوها واحد شويه لتحت باش ما يبانش واحد الفراغ واحد لا شيء هنا، زائد ندفع واحد شويه اليمين بحال هكا مزيان. اون فوا صوبت هذا شنو غادي نصاوبو هاد المدن اللي كاين هنايا، يعني غادي نفيرمي هذا ونرجع فيشي اوفرير، وهنايا فيل بوان بي اس تي اوفرير، ونفس المثال نديبلاسي هادو فوسط هاد المكان. نجي في هاد المكان نفيرمي نفس خطوات كونترول وكليك فوسط لا فينيت، ونصبغو بلا كولور بلونش رومبليغ دائما هنا بلون. اوكي سيليكسيون دي سيليكسيوني، ونمشي نقادو في هاد المكان. فهنا ندير كونترول بلس كونترول بلس، وندفع واحد شويه بحال هكا يعني تيكون واضحين. نجيبو معايا في هاد المكان فهنا مزيان. فيزيوني لي كالك نسيليكسيوني لو كالك 10 كونترول، ونسيليكسيوني لو كالك سميتو اوبجي ديناميك. نمشي للمنيو كالك فيزيوني لي كالك، او يمكنكم تخدمو بلو راكورسي كونترول او. النتيجة هو انه تيرجع كالك واحد. دو كليك غير هنايا ونسميه رمضان كريم غير بحال هكا. صوبت هاد الاشياء غادي نصاوبو هاد لو فيلي لي جاي من الفوق. باش نصاوب لو فيلي غادي نزيد كالك جديد نعطيه الاسم ديال فيلي
نجي لهنايا كونترول ناقص ولو فيلي لاستوس ديالو غادي نخدموه بلوتي اليبس دو سيليكسيون نرسم واحد لو فيلي غير بحال هكا نجلسيه مثلا فهنا مزيان كونترول بلس كونترول بلس وهنا لاستوس باش نعطيه هاد الحجم بحال هكا فغادي دائما في لو كالك فيلي دائما محافظين على سيليكسيون نمشي للمنيو سيليكسيون ومن بعد عندنا موديفيي كادر فلو كادر تيزيد غير واحد شويه في لا سيليكسيون ما نحاولش ندير بزاف غير نخليها في لا لارجور غير دو اوكي بهذا الشكل باش نتحصل على نفس اللون ديال هاد لو فيلي اللي عندي هنايا شنو غندير غادي نافيشي لو كالك كولور ودائما لو كالك فيلي سيليكسيوني غادي نمشي نكليكي في لا كولور دو بروميير بلون ولاحظوا هذا هو لاسوس ديال هاد لو كالك كولور نزل هاد لا كولور اللي كاين هنايا اوكي الت روتور اريير وهنا تلون عندي هذا سيليكسيون دي سيليكسيوني وتنتحصل على هاد النتيجه فنكاشي لو كالك كولور زائد غادي نزيدو هاد الجزء عندي كونترول بلس كونترول بلس غادي باش يبان لكم مزيان غادي نزيدو واحد لو سيركل اللي تيبان على هاد الفيلي انه جاي من الخلف وخارج من الامام باش نوصل لهاد النتيجة نزيد كالك جديد غادي نسميه سيركل بحال هكا ونمشي لوتي سيركل الت شيفت باش يكون عندي واحد لو سيركل مقاد غير بحال هكا غادي نعطيه اي لون في الاول ماشي يعني ماشي مهم اللون حاليا دي سيليكسيوني لوتي دو ديبلاسمون ديبلاسي كونترول بلس ديبلاسي في هذا المكان فهنا شيء ايجابي مزيان او كونترول بلس كونترول سمحوا لي كونترول تي الت شيفت باش غادي نزيد نكبر الحجم ديالو غير واحد شويه فهنا مزيان كونترول وكليك في وسط لو كالك سيركل تنقصد هاد لا فينيات بحال هكا باش يتسيليكسيون غادي نحيد هاد لو سيركل صافي الطو ديالو سالا ونسيليكسيون لو كالك غامادون اللي كاين هنايا فشنو ندير سوبريمي بلو كلافي شنو تنوصل النتيجه انه تيتقطع هذاك الجزء كونترول دي باش نمشي لا سيليكسيون دائما في لو كالك غامادون كونترول وكليك في وسط لا فينيات تيتسيليكسيون كامل ولكن لاحظوا بغيت هاد الفيلي تيجي من الخلف فنسيليكسيوني لو كالك فيلي ونمشي لوتي غوم تنقلب على لوتي غوم هي هادي ولاحظوا نمحي غير هاد الشويه اللي كاين هنا علاش درت لا سيليكسيون باش لاحظوا تنحاول ندوز في هاد المكان يعني خارج هاد لا زون فما تيوقع والو فهذا هو الايجابي علاش استعملت غامض هذا لو كالك اللي سميتو رمضان كريم غير باش نتحصل على لا سيليكسيون بشكل ايجابي انني يمكن لي نمحي لو فيلي اللي بغيت كونترول دي هكا كونترول كونترول موان هنايا مزيان بالنسبه لو سيركل هذا غادي نسوبريمي لو كالك كيكم تحتفظوا به غادي نفضل سوبريمي وصلت هاد النتيجه غادي نحاولوا انا ندير كونترول موان باش نافيشي هذا هنا رمضان كريم غادي نعطيو هاد لي كولور اللي كاين هنا فنجي في هاد المكان وهذا دوبل كليك اسمعوا لي دوبل كليك اون ريمارك الا درت دوبل كليك هنايا شنو تيوقع تيبدل لا كولور ماشي لا كولور تيبدل تندي برونومي يعني تنبدل سميه دوبل كليك في هاد المكان تي افيشي لي ستيل دو كالك فهنا بالنسبه لو ستيل دو كالك ديال لو كالك مع مدام كريم اول شيء غادي نخدمو بانكروستاسيون دو ديغرادي ملاحظه قبل افيشي لي كولور قاش غادي نحتاجهم دوب كليك انكروستاسيون دو ديغرادي وهنا بالنسبه للديغرادي لا بروميير كولور كليك هنا عاوتاني لا بروميير كولور تكون هادي بلو فير اوكي لا دوزيام كولور غتكون هادي ديال لو جون اوكي بهذا الشكل غادي نهبط غير هذا هنا باش نشوف النتيجه مود دو فيزيون غيبقى نورمال لوباسيتي مثلا نقصلها غير واحد شويه نوصلها مثلا 92 95 دو ديغرادي غادي يبقى هو هو لو ستيل غادي نفضل لينيير بالنسبه للونجل نهبطو غير واحد شويه هنايا مثلا 37 عندي بالنسبه للاشال غادي نطلع واحد شويه للاشال نوصلها 123 بحال هكا في هذا المكان قبل ما ندير اوكي غادي نزيد اون لويور في هذا المكان اون لويور انترن في المود فيزيون ما عنديش سوبر بوزيسيون نخلي نورمال بالنسبه لا كولور افيشي لا كولور بلونش لوباسيتي غادي نفضل تكون
في 90 98 بحال هكا تيبان في هذا المكان. لو بروي يعني غادي يكون زيرو، هنا لا كولور بلونش. تكنيك بلو تاميسي لا سورس كونتور. وهنا بالنسبه للميغري غادي نزيد يعني ونتيستي نشوف 34. غادي نزيد الخطوات نوصلها مثلا حتى 50 بحال هكا. لا تاي عندي 5، غادي نزيد واحد شويه في لا تاي. ملاحظه ما نحاولش نزيد بزاف في لا تاي، يعني علاش؟ حقاش خدام في لويور انتر تيدخل من الداخل. فغادي نمشي ونديرها بحال هكا تكون 7 مثلا. هنايا ملاحظه يعني هنايا عندي مود ديفيزيون نورمال، لوباسيتي 97، بروي 0، كولور بلونش، تكنيك بلو تاميسي، كونتور ميغري 50، لا تاي 7، وهادو باغ ديفو غادي يبقاو اوكي. والنتيجه عندي بهاد الشكل اللي كاين هنايا. فزائد هنا اون فوا وصلت هاد النتيجة يعني صوبت هاد الاشياء، بقى لي هاد الفانوس اللي كاين هنايا، يعني كيفاش ندخلو. فهنايا قبل ما نكمل الخطوات غندير اريير بلون نرجعو لو فون، وغادي نجمع كاع هاد الاشياء في ان سول جروب. يعني كي غادي نسيليكسيون هاد الاشياء كاملين بحال هكا، نمشي للمنيو لوكال هاد البوطون اللي كاين هنايا، ومن بعد نوفو جروب دابخي دي كالك ونسميه لو فون اف او ان تي اوكي بهذا الشكل. فعندي ان فون نفيغوي او قبل ما نفيغوي، يعني لاحظوا هنا كلشي مجموع في هذا المكان. فغادي نصاوبوا هاد الفانوس اللي عندنا هنا. فغادي نرجع ونمشي الفيشي دائما اوفرير، وهنا عندكم فانوس بوان بي اس تي فيهم هذوك الاشكال، وعندكم مجموعه ديال الاشكال يمكن لكم تخدموا بها. غادي نهز نخدم بهذا، وهذا اللي كاين هنا. غادي نمشي لوتي لاسو وندير اون سيليكسيون غير بحال هكا على هذا غير بهذا الشكل بحال هكا. لوتي دو ديبلاسمون ونديبلاسيه في هذا المكان اللي عندي هنايا غير بهذا الشكل. غندير ان جروب مثلا نسمي غير بحال هكا فانوس، تماك غلطت نحيدو البي، وهذا ندخلو في وسط منه لو كالك ان. هو هذا اني كاع هاد الفانوس اللي غادي يكونوا هنايا ندخلهم في وسط هاد لو جروب سميتو فانوس. ف كونترول نجي لهنا كونترول تي نبدل شويه ديال الحجم ديالو ونديبلاسي هنا نزيد نصغر، يعني كونترول تي عندي كونترول بلس باش نزاد الحجم. وهنا تيبقى ملاحظه الاختيار ديالكم بالنسبه ل لي ديبلاسمون ديال هادو اللي غادي نزيدهم حاليا. فالاول عندي هنا سي بون، غادي نحيد هاد لي كولور بحال هكا. صوبت الاول غير هو نفسو الت، ونجي نصوب الثاني كونترول تي نعطي واحد الحجم يكون اكبر شويه، كونترول موان نحطو في الوسط هذا في الوسط، وندير لهم بتيت روتاسيون على حسب الاختيار ديالكم. دائما كونترول يعني تنخدم كونترول تي بحال هكا، ونزيد واحد اخر عاوتاني كونترول تي نصغر الحجم ديالو. بوتون دروا ملاحظه باش يبان لكم في ليكرون دات بوتون دروا، وعندي بسيميتري اكس اوريزونتال غير باش يكون اتجاه لاخر، ونعطيه مثلا بحال هكا كونترول يعني اونتري سي بون. زائد نمشي نجيب هاد الشكل اللي عندي هنا، سيليكسيون دي سيليكسيوني دائما بلوتي لاسو، ونمشي ناخد هالجزء اللي كاين هنا غير بحال هكا، ندوز عليه اوتي دو ديبلاسمون ونجليسيه في وسط هاد المكان بهاد الشكل. كونترول تي نصغر الحجم ديالو بحال هكا، نعطيه بتيت روتاسيون، ونقادو غير بالفلاش دو ديريكسيون بحال هكا. نفسو هو الت كونترول تي نصغر الحجم، بوتون دروا باش يبالكم في ليكرون، بوتون دروا سيميتري اكس اوريزونتال يتبدل الاتجاه ديالو، ونجيبو هنايا نزيد واحد اخر عاوتاني ولكن الحجم يكون اصغر بحال هكا. وكما قلت ملاحظه لي ديبلاسمون ديال هاد الفانوس اللي كاين هنايا، فتيبقى الاختيار ديالكم ديروا يعني العدد اللي بغيتو، وكذلك تحطوهم بشكل يبان لكم مناسب. غادي نزيد واحد اخر غير هذا او هاد الاولاني، كليك الت كونترول تي نصغر الحجم ديالو، ونمشي نديبلاسيه غير هنايا كونترول موان نشوف النتيجه. فعندي مثلا
بحال النتيجة اللي كاين هنايا. اون فوا صوبت هاد الاشياء كاملين شنو غادي ندير؟ غادي نفيغوي هادو غير باش ميمكنليش نديبلاسي. تيقول لي امبوسيبل دوتيليزي لوتي ديبلاسمون كار لو كالك اي فيغوي. يعني وصلت هاد النتيجة. شنو باقي لنا بإذن الله؟ نوصلو النتيجة ديال اش ديال الحديث النبوي. فغادي نرجع هذا غادي نفيرميه ونجي لهنايا وندير او قبل ما نديرو كالك جديد باش نجيبو حديث نبوي. هنايا غادي نكاشي سمحوا لي باش نخدموه. غادي نحيد هذا ما يبقاش يبان ما يبقاش يبان. غادي نخلي فقط لو كالك زيرو غير لو فون هنايا فقط. وهنا بالنسبه للحديث ملاحظه يعني الحديث نقلتو من الموقع ديال اسلام ويب فهو يعني موقع مشهور. احاديث صحيحه اسلام ويب. هذه جمله من الاحاديث الصحيحه في الصيام قسمناها الى ما يلي. فانا الحمد لله كاين مجموعه ديال الاحاديث عندها علاقه بشهر رمضان وبالصيام بشكل عام. فالانسان ملاحظه من تنقل احاديث يحاول ما امكن نقول احاديث كما كاتبين صحيحه يعني ما ينقلش اي حديث فيتيقن بالحديث صحيح ومن بعد مثلا يحطه في فيسبوك او يحطه في مكان الشخصي ديالو. فالحديث اللي اختاريت هو عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان. فقط عندي كوبي وملاحظه هنايا كوبي بالنسبه تنخدم فوتوشوب يعني لا فيرسيون عاديه ما غاديش يقبل لعب بيها. الا درت لوتي تيكست جيت لهنايا ودرت اديسيون كولي فلا درتو البال انت حطها بهذا الشكل. فباش ندخلوها بشكل صحيح غادي نرجع للانترنت نجي غير في هذا المكان جوجل وغادي نكتب فوتوشوب. اسمحوا لي فوتوشوب فوتو كتبتها خطا غادي نعاود نكتبها صحيح. فوتوشوب فوتو شوب كلافي عرب غير بحال هكا. لو بروميي سيت هو هذا وهذا صحيح. يعني فقط فوسط فوتوشوب شنو كتبت او فوسط جوجل كتبت فقط فوتوشوب كلافي عرب. لو بروميي سيت هو هذا يعني ندخل ليه ومن بعد كوبي كولي هاد الحديث او شيء اللي مكتوب بالعربيه كوبي كولي في هذا المكان. ولاحظوا هنايا تحويل ونسخ فقط كليك ونرجع الفوتوشوب لوتي تكست كليك عادي اديسيون كولي فتتكتب بشكل صحيح هنايا كما تيبان لكم. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعطيها لا كولور بلونش. ملاحظه بالنسبه للحديث كيفاش غادي نخدموه؟ غادي تنجيبو كاع الاشياء اللي عندنا هنايا ومن بعد غادي نقدوهم حاجه بحاجه. فهنا جبت الحديث غادي نجيبو هنا التخريج ديال الحديث رواه الشيخان. فنفس الشيء غادي نرجع لاسلام ويب غير في هذا المكان نقول هذا الشيء يعني رواه الشيخان بوتون دوا كوبي نجي لهنايا نمحي هاد الاشياء نكوليهم ومن بعد تحويل ونسخ نرجع الفوتوشوب لوتي تكست كليك عادي اديسيون كولي وعندي لهنا هنايا الهاء ما بانش مزيان ندوبل كليك ونتيستي غير دوطخ. ادوب ارابيك هنايا ما فيش مشكل. هنا بالنسبه للهاء غادي نقلب نشوف واحد دقيقه مايكروسوفت هذا نشوف لكن شي واحد احسن منه. فهنا مزيان سامبليفيت ارابيك ونعطيها مثلا بولد غير بهذا الشكل ونخليه جانبا. فشنو نبقى دخلنا هذا من صام كذلك كان قال غادي نجي في هذا المكان ونكتبها مباشره ونشتغل كلافي بالعربيه ونكتب قال بحال هكا تحويل ونسخ نرجع الفوتوشوب نرجع في هذا المكان لوتي تكست ومن بعد اديسيون كولي بهذا الشكل. فباقي شيء اخر مثلا جبت قال وجبت الحديث جبت هنا رواه الشيخان باقي هنايا محمد رسول الله وهنا صلى الله عليه وسلم. بالنسبه صلى الله عليه وسلم هذه ايماج غادي نجيبوها من فوتوشوب يعني من الدوسي اللي عطيتكم فيشي من بعد اوفغيغ وهنايا حديث سميتها بحال حديث اوفغيغ اوتي دو ديبلاسمون ونجيبها في هذا المكان هي هذه كونترول بلس ونصبغها باللون الابيض اديسيون رومبلير هنايا افيك لا كولور بلونش اوكي سيليكسيون دي سيليكسيوني بهذا الشكل. باقي شيء اخير هنايا بالنسبه هنايا هذا الخط محمد رسول الله فهذا شنو هو فوسط الدوسي اللي عطيتكم. غادي نخرج من هنايا ونمشي للدوسي دائما
فوتوشوب رمضان كريم عندي لي فورم هادو دي فورم فقط دوب كليك ملاحظه تيتانستالو في فوتوشوب في تلقاهم تندخل لي فورم بيرسوناليزي اوتي فورم بيرسوناليزي وهنايا غتلقاهم تزادوا عندكم مجموعه في هذا المكان فاللي خدمت بها هي هذه واحد دقيقه غادي نقلب عليها هي هذه اللي كاين هنايا محمد رسول الله فكليك فقط غير كليك عادي من بعد alt shift او بلا alt shift يمكنكم تخدموها بحال هكا تقلبوا على الحجم اللي بان لكم مناسب كليك هنايا او دوب كليك ونعطيها اللون ابيض فاني صوبت او جبت كاع المحتوى اللي غادي نحتاجو فيه بالنسبه للاحاديث فغادي نكاشي هادو ونخدمو حاجه بحاجه فنرجع هادو بحال هكا لي كولور ما غاديش نحتاجهم تنقلب على كاع الكولور اول شيء الحديث عندي هنا غادي نكاشي هادو ونجيب الحديث في هذا المكان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وشيء اخر ما درناش هو هاد لابونت هاد الاطار اللي كاين هنا فغادي ندير كال جديد وهنايا لوتي ريكتونغ دو سيليكسيون نصم مستطيل بحال هكا نعطيه اللون الابيض او اديسيون رومبلير دائما افيك احنا البيض دي سيليكسيوني كونترول تي خاصنا غير واحد شويه تكون عندي هنا معليش لا ملاحظه معليش لا جبت بحال هكا بزاف حقاش غادي نقطعو هذاك المكان نقص لوباسيتي ديالو نقص هذا نقص لوباسيتي طلع واحد شويه بلوتي دو ديبلاسمون بحال هكا هنايا الحديث نقاد الحديث يجي في الوسط بهذا الشكل ومن بعد رواه الشيخان قالت لي غادي نصغر الحجم ندير واحد شويه بحال هكا نوتي دو ديبلاسمون زائد بغيت نقطع هذا المكان اللي زايد عندي هنايا لاحظوا بالنسبه للكالك 4 بغيت نقطع هذا المكان شنو غادي ندير غادي ندخل لو فون رمضان كريم كونترول بلس غير في هذا المكان نفيرمي هاد الاشياء ونرجع لو كالك 4 في لو كالك 4 شنو غادي ندير سوبريمي تيت سوبريما كونترول دي ومن بعد غير هاد شويه اللي زايد بحال هكا نسيليكسيوني ولا بلوتي كوم سوبريمي بلو كلافي تيت سوبريما و تيكون عندي مقاد في هذا المكان لوتي دو ديبلاسمون ونقاد مثلا غادي نجيبها واحد شويه هنايا هنا مزيان كونترول موان كونترول موان ونزيد عاوتاني اشياء عندي هنايا في هذا المكان قال لا بغيت نحبك هذيك هكا هذه تكون في هذا المكان هاد لا فورم كذلك تكون في هذا المكان غادي نصغر هاد الاشياء وشنو باقي اخر هي هادي يعني الاشياء اللي غادي نخدمو بها فهنا غادي نحيد هذا نحيد قلة ونجي لهنا كونترول تي وغادي نصغر مثلا هادي هنايا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فنجيب بحال هكا نحطها في هذا المكان اونتري بلو كلافي نقص واحد شويه لوباسيتي بحال هكا بانت لي مزيانه نزيد الصلاة والسلام على رسول الله في هذا المكان بهذا الشكل ومن بعد اخر شيء باذن الله هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كونترول تي كبر الحجم ديالها نحطها غير واحد شويه في هذا المكان وغادي نقص لوباسيتي ديالها غير واحد شويه بحال هكا فهنا باذن الله نكون وصلت نتيجه اننا حصلنا على خلفيه اسلاميه ديال شهر رمضان وكذلك حديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه